معايا طبعا عيش بلدي، عيش بلدي طازه كده حلو، علشان احنا هنعمله حواوشي مش بالعجين، يعني حواوشي اللي هو البلدي القاهري بتاعنا الخطير. فانا معايا عيش بلدي، ومعايا كمان بقى طماطم متقطعه صغيره مكعبات، معايا فلفل رومي متقطع مكعبات، بصل متقطع مكعبات، ومعايا سجق. سجق ايه شايله منه خالص الغلاف بتاعه، ومعايا اللحمه المفرومه بتاعه السجق، بتبقى بقى متحبشه وفيها كل التوابل وظريفه جدا، مش هتحتاج ابدا اي حاجه غير ملح وفلفل فقط، مع الفلفل الرومي المتقطع والطماطم والبصل، وتبقى هي دي خلطه الحواوشي اللي هتحطها جوه الرغيف. بصوا سهله جدا وتحفه، حلوه قوي، وخصوصا بقى لو انت بتتعاملي مثلا مع حد جزار مثلا او حاجه يكون عنده سجق متحبش حلو كده، هيطلع بقى رغيف خطير. هنحط السجق، نجيب هذه الاسباتولا، انا شلت منه الغلاف خالص، انا موجود معايا دلوقتي ايه اللحمه بتاعه السجق اهي، عايزين نطلع كده رغيف عيش هنا ولا اتنين مثلا، نخليهم هنا كده، وبايديا عايزين ده هم والله فاتحينهم ليهم، متشكره يا شباب والله. خلي بالكم واحنا بنفتح الرغيف مش عايزين نفتح حته كبيره، يعني علشان يعني يا دوبك حته كده في الرغيف اعرف ادخل ايدي، مش اكتر من كده عشان ما تبقاش مفتوح قوي، يعني هو بس الجزء ده كده تمام اهو. وادي السجق، هنقوم حاطين البصل، فلفل رومي اخضر، وطماطم، وملح وفلفل، ملح وفلفل بس، هنعجن بقى ده كده كله مع بعضه. اللحمه المفرومه بتاعه السجق دي بقى بتبقى رهيبه، وكمان تسهل عليك الموضوع، ولا هتحتاجي بقى تحطي توابل كتير ولا حاجه، فهتعملي حواوشي سجق ايه سهل. ناخد كده كتله كويسه من السجق المتحبش الحلو ده، ونفرده جوه الرغيف. طبعا اللحمه لما بتستوي بتكش شويه، لحمه السجق كمان، لان طبعا بيبقى فيها نسبه دهن، فانت خلي بالك قوي من الحكايه دي تمام، وافردي السجق يعني خليه يطلع بره كده عشان ما يكشش معاكي ويبقى داخل جوه خالص، وتحسي ان الرغيف فاضي بعد ما يستوي، فاهمين قصدي؟ طريقه تسويه الحواوشي بقى بصفه عامه هي في طريقتين، يا اما تسويه على الطاسه، على تجيبي طاسه على نار مدهونه زيت كده، وتحطي عليها الرغيف وتقلبيه الناحيه الثانيه فالناحيه الثانيه هكذا لغايه لما الرغيف يقرمش كده وينشف واللحمه جوه تستوي. اللحمه هتستوي، ايوه اللحمه هتستوي ومفيش اي مشكله خالص، بس هتفضلي ايه واقفه على كل رغيف، او مثلا تبقي مشغله الطاستين معاكي يعني. يا اما تريحي دماغك خالص وتقومي لفه كل رغيف من دولت مثلا في ورق زبده ومدخله الفرن درجه حراره 200، وتسيبيه تقريبا يعني هياخد في حدود ربع ساعه 20 دقيقه، ده بالكتير قوي. بس في جميع الاحوال لازم ندهن الرغيف ده من فوق بخليط ما بين السمنه والزيت تمام، فانا هعمل كده معاكم حالا قبل ما ايه ادخله الفرن. كده كده الفرن بتبقى اسهل يعني علشان ما بياخدش منك، ما تفضليش متابعاه واقفه كتير، واقفه عليه كده كتير، لكن لو هتعملي مثلا رغيفين ثلاثه ولا حاجه اعمليهم على الطاسه، بيبقى برده طعمهم ظريف في جميع الاحوال يعني. انا هجيب بقى ايه طاسه الفرن اهي، ممكن تحطيه كده مكشوف وبعد 10 دقائق تشيلي الرغيف وتقلبيه الناحيه الثانيه من غير ورق زبده ولا حاجه خالص تمام، او تلفيه في ورق زبده وبعد كده بعد ما يستوي تشيلي ورق الزبده وتخليه ياخد الوش كده تحت الشوايه. فانا عشان كده كده عايزاه ياخد وش ويقرمش ويمسك، يبقى كده ناشف شويه ما يبقاش طري، فهحطه على طول عليها. هجيب الفرشه ومعايا خليط السمنه بالزيت هنا كده، هاخد الرغيف كده من الدهن نحطه فين في الصينيه، ندهن الظهر برضو كده ونحطه في الصينيه، ندهن برضو الوش كده اهو
زي ما اتفقنا فرن سخن، هدخله على وضعه ده كده فرن سخن درجة حرارة 200. بعد 10 دقايق هقوم شايلة ده من تحت كده وقلبان ناحية التانية، ياخد له 10 دقايق هو كمان ويبقى الحواوشي خلاص جاهز. ممكن بقى نولع له فحم عشان يبقى ياخد من دخنة الفحم فيبقى بطعم وريحة الفحم، أو يتاكل كده على طول عادي بيبقى خطير وسهل جدا. بصوا بقى الحواوشي كمان فظيع ومقرمش بقى كده وحلو جدا، والسجق بقى جواه حلو جدا جدا، ان شاء الله يعجبكم.